للعالم، ونشكرك أنت بالأخص وفريق عملك اللي اجتهدتوا واشتغلتوا مدة 11 يوم على هذا العمل الإنساني، والذي إن شاء الله بيستفيدوا منه أكثر من 100,000 عائلة حول العالم بإذن الله بمؤسسات الإنسانية داخل الدولة بالتنسيق مع مؤسسات دولية. فإحنا اليوم عطينا الفرصة للمحسنين والمتبرعين حول العالم أن يشاركوك الفرحة، وما في شيء غريب على دولة الإمارات في أي مبادرة يحققونها بسرعة وبأتم تجهيز. اليوم أنا العارف تحتاج أن تكمل المبلغ 10 مليون دولار، وإحنا بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن زايد رئيس هيئة الهلال الأحمر، الهيئة هيئة الهلال الأحمر تتبرع ب1,100,000 دولار لصالح الحملة ولسداد جميع المبلغ، وإن شاء الله المبلغ هذا راح يكفي وأكثر. ونشكر جميع المحسنين والمتبرعين القائمين على هذا العمل الإنساني الخير في دولة الإمارات وخارج دولة الإمارات، ودائما دولة الإمارات سباقة في عمل الخير والإنسانية. وندعو طبعا حضرتك الله يسلمك وفريق عملك بالإضافة إلى المحسنين لمشاركتنا ميدانيا في عدد من الدول، سواء كان في حملة الجيش الشتاء حول العالم أو في حملات أخرى لمشاركتنا ميدانيا في هذا العمل. أكرر أشكر وأشكر جميع العاملين على هذه المبادرة، وأتمنى لكم التوفيق، ونحن دائما داعمين لمبادرات صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد، وإحنا شركاء مع المبادرات الأخرى في مشاريع كثيرة. إن شاء الله أخواننا حول العالم يستفيدون من هذه المساعدة وتغطي لهم إن شاء الله بقدر أكبر إن شاء الله بدعمكم وبدعم المؤسسات الإنسانية داخل وخارج الدولة. بإذن الله الواحد الأحد. وننتظر إن شاء الله منكم الفريق تكونوا معانا إن شاء الله في الحملات الجاية. بإذن الله الواحد الأحد الغالي، بإذن الله بنكون معنا. والله يجزيك الخير ويجزيك الخير ويجزيك الجميع. إن شاء الله نشوفكم على خير. ربي يجزيك الخير، نشوفك على خير يا رب. الله يسلمك، وإن شاء الله أظن أنت جاهز عسى تطلع من الغرفة والناس ينتظرونك. طالع من الغرفة يا غالي، طالع من الغرفة، وكلي فخر وكلي فخر وكلي فخر. من أجل الإنسانية، من أجل الإنسانية. إيه يا جماعة، هذه هي عمارات يا سادة. جزاكم الله ألف خير، ما قصرت، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم. ربي يجعلنا في ميزان حسناتنا يا رب. 10,776,000 دولار، 107,000 عدد العائلات المستفيدة،
شكرا لمبادرات محمد بن راشد والمكتومة العالمية، شكرا لمنظمة UNHCR، شكرا لكل فاعل خير، شكرا لكل فاعل خير، شكرا لكل فاعلة خير، شكرا لكل من ساهم بدرعة، شكرا لكل من ساهم بدرهم إلى هلال الأحمر الإماراتي بمليون ومية وعشرة. شكرا لكم كلكم لأن أنتم السبب، كلنا سبب، رب يجعلها في ميزان حسناتنا. والله هذه لحظة عظيمة بحياتي ما راح أنساها طول ما أعيد. أنت سببها والله، أنت سببها والله، أنت سببها والله. حلوة حلوة.
اي الو شيله ايوه بخلص المشوار في شيء صدمه حبيبي والله ايوه مشوار هاي قربنا ال 11 مليون انت مشوار نكمل ال 11 يا جماعه